الاسم ديالي يسرى القدميري، جزار في مدينة الدار البيضاء في درب سلطان البلدية، اللي هو معروف بالجمل والبقري، كفتة الجمل والبقري والغنمي. سوق معروف الحمد لله، البلدية شي حاجة زوينة، الناس كيجيو عندنا كيحسبوا راسهم بحال اللي كيجيو لشي سوق، وداك الشيء عندنا الحمد لله لومبيونس والجودة وكل شيء زوين. الدومين هذا دخلت عندي تقريبا، أنا باقا صغيرة بزاف، كانت عندي تقريبا مهم أنا عندي 11 عام، بابا كان كيجيبني معاه هنايا، كنبرك معاه هاديش، كنبقى نشوف كنتعلم كيفاش كيشدوا جنوي، كنت كنبغي نتعلم باقا صغيرة في العطل، وداك الشيء كان بابا كيجيبني هنا. بعض المرات كنت كنمشي من المدرسة ديريكت لهنايا، كنلوح الشكارة وكنبرك مع بابا. بابا وماما، حيت بابا وماما كانوا هنايا، كانوا خدامين، وكنت انا كنجي عندهم بزاف. من ناحيه ملي كنقول جزاره، كاين الناس كيديروا فيا بحال هكا زعما ما كيتشيقوش، الحق ملي كيجيو عندي كيعرفوا لي انني جزاره وهذا، والحمد لله. شوف، الا كانت ردات الوالدين والطبع ديال الوالدين، عمر بنادم ما يخاف شي، اي دومين شريف بنادم يمشي ليه، ما يديرش حاجه خايبه ما يخافش، حيت ربي خدمه هذه شريفه الحمد لله، وصفي تشرب دير حاجه مزيانه ربي راه غيعاونك. انا الوحيده، حنا ربعه البنات وولد، انا الوحيده اللي دخلت لهاد الدومين، حيت انا كان كيعجبني، كنت كنجي عند بابا كيعجبني نشوف الموس وداك الشيء، وسبحان الله العظيم وبقيت تدرت هاد الدومين هذا، والله الا بخير الحمد لله. وبابا مسكين ديما كيدعي معايا، لان عمرني ما ذبحت، حيت الذبيحه حرام اولا للمراه. انا كنقرد، كنصاوب، كنطحن كفته، نصاوب بحال هكا صوصيص، نصاوب ممكن سربي، كنسربي الناس، نقطع اللحم، الكفته، المهم هذاك الشيء كيجيب وحده. المهم انا كنعرف نخدم، وما عرفت كندير الجمل والبقري والغنمي، اكثريه الناس كيبغيو الجمل. الجمل زوين، الجمل الدروه ديالو صحيه بالنسبه للناس اللي مرض بالضيقه، حساسيه، الكحبه، الناس عاوتاني اللي كيبغيو يديروا بهذا الجميل لوجههم، كي بحال دابا اللي كي ما كياكلش كتقدر تفتح ليه الشهيه، كيديروها مع شي اعشاب وداك الشيء. المهم الدروه كلها صحيه، ومن ناحيه اللحم صحي، ما فيهش كوليسترول، ما فيهش شي حاجه خايبه، ماشي بحال الشحمه وداك الشيء اللحم الاخر. هو الجمل صحي اون جينيرال، الجمل كله صحي ما كيضرش. شوف شي المراه اللي تثق في راسها وتكون عارفه راسها انها ما تدير شي حاجه خايبه، اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، دير شي حاجه وهي مقتنعه، تخدم خدمه ماشي عيب، شي بنادم يدير الميناج ماشي عيب، الخدمه ماشي عيب، اي خدمه شريفه ماشي عيب، اي وحده كترتاح في شي دومين ديرو، ما كاينش خدمه عيب لا انجليز لا غايقولوا فيا الناس لا لا، يقولوا فيك الا ما ديتي لهم يديك، هذه هي الهضره. اما الا خدمتي على راسك وهزيتي راسك ووليداتك يكونوا قاريين ومصوبين علاش، الخدمه ماشي عيب، الخدمه مزيانه.